ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. خاتم سليمان، الجزء الأول. في 25 من مارس من العام 2005، وكان يوم الجمعة، دبت حركة غير عادية في أروقة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط. كان الوقت مساء في يوم عمل هو الأخير في الأسبوع. أمر هام استدعى كل تلك الحركة. العميد علال بن دريس رئيس المصلحة رأس شخصيا اجتماعا لم يغب عنه اي من رؤساء الغرف الخاضعين لسلطته. لم يكن اجتماعا عاديا، ولم تكن لهجة الخطاب ودية تماما. بنبرة غاضبة تحدث العميد علال بن دريس: لقد استدعاني السيد والي الامن وابلغني ان السلطات العليا مستاءة ازاء تدهور الامن وتفاقم الاجرام. ان مصالح الشرطة تبدو مكتوفة الايدي وكأن الامر لا يعنيها، كذلك قالت الصحف، وقد كاد بعضها أن يتهمنا بأننا شركاء فيما يقع وفيما آلت إليه الأمور. انتقادات الصحافة كانت لاذعة، وإن كنا نعلم أن الصحافة كانت سباقة إلى كشف خيوط بعض الجرائم، ونقر بأننا لم نتحرك إلا تأسيسا على ما كشفتها. هل يرضيكم أن يبقى الوضع كما هو وأن يتواصل تدهور أمن المواطنين؟ إننا على حافة بحر هائج ونزعم أننا نجيد السباحة. كان نوع من الحزن الممزوج بغضب حارق يطبع خطاب العميد علال بن دريس. لقد رأيتم كيف استهزئ بنا لما لم نتمكن من تحديد هوية ذاك القتيل سوى 8 أيام بعد اكتشاف الجثة، كما أننا لم نتوصل حتى الآن إلى ما يقودنا إلى القاتل أو القتلة. لقد تزايد الاستياء من الكيفية التي نعالج بها الأمور. أصغى الضباط مطرقين، وختم العميد علال بن دريس متواعدا بمعاقبة كل تهاون، بل إنه أمهلهم 24 ساعة لموافاته بخطط تمكن من استعادة الثقة التي بدأت تتلاشى في أجهزة الأمن. انفض الاجتماع وراح كل ضابط يفكر بما يجيب في الغد. العميد الشاب مصطفى ولد المختار كان بين الرتباء الذين حضروا ذاك الاجتماع العاصف. انه يرأس منذ بداية السنة الفرقة المكلفة بمحاربة السرقة بالنشل. لقد حرص على السير على خطى اسلافه في ذلك الموقع.
العميد ولد المختار كان متخرجا حديثا من المعهد الملكي للشرطة، حيث قضى سنتين من التكوين أضافة إلى مؤهلاته الأخرى. لقد كان حاصلا على دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص. مع ذلك فإن تجربته العملية كانت محدودة، ولكن الخطاب الذي تبناه العميد علال بندريس خلال الاجتماع كان من عيار الكلام الذي يشحذ الهمم ويوقظ الغافلين. أصر العميد الشاب على أن يدلي بدلوه وأن تكون له مساهمة في إعادة الثقة في عمل الشرطة القضائية بالولاية. قضى ليله يقدر ويخمن، لم يبرح مكتبه إلى فراشه إلا بعد أن أعد مشروع خطة إنقاذ حقيقية. كانت خطة متكاملة تعرض حلولا وحلولا أخرى بديلة. كان العميد ولد المختار مصرا على أن يكون أول من يلتقي رئيسه. في الصباح في الساعة الأولى كان العميد الشاب أول من حضر إلى ديوان العميد علال بندريس رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط. سلم تقريره المكتوب. تفضل اجلس، قال العميد بندريس. شكرا سيدي. لعلكم تعلمون أنني حديث عهد بالمصلحة، وأن أساتذتي بالمعهد الملكي للشرطة اقترحوا تعييني بها عندما لاحظوا ميلي إلى العمل في مجال الشرطة القضائية. لقد حرصت بعد أن تسلمت مهامي أن أمنح نفسي من الوقت ما يكفي للتأقلم، واطلعت على كل الملفات الموجودة موضوع البحث، كما تعرفت على كل المساعدين، وقد اتضح لي أنهم أغلبهم تخطوا 40، وقد أنهكهم العمل ساعات الليل الطويلة وأطراف النهار، وصاروا غير مؤهلين للقيام بالمهام التي تقتضي ملاحقة المجرمين في الشوارع. تلك مهام يجب أن توكل إلى الشباب. كان العميد علال بندريس يصغي إلى الضابط الشاب الذي اندفع يشرح بحماس باد كيف يوظف كل مؤهلاته للنجاح. والدي مهندس في الإعلاميات، وقد دربني منذ نعومة أظافري على استعمال الحاسوب، فأصبحت أعتمد عليه وأسخره في كل شيء. استعنت به في هذه الدراسة التي بين أيديكم، كما أنني جمعت بفضله معطيات مكنتني من أن أدرك أن معظم السرقات بالخطف التي وقعت في منطقتنا تشترك في عدة مميزات، أبرزها أن الاعتداءات تقع أواخر كل شهر بين 22 و30، وأنها تقع في الشوارع الخالية من المارة أو الأزقة التي لا تمر منها دوريات للشرطة، كما أن الضحايا من المسنين وأغلبهم نساء، ويتعرضون للهجوم لسلبهم مبالغ مالية هامة يكونون قد استخلصوها لتوهم من مقر البنك المركزي للإدخار الشعبي هناك في شارع محمد الخامس غير بعيد عن البريد المركزي. بدا العميد بندريس أكثر اهتماما. نعم هذا جيد، وماذا بعد؟ نعم سيدي، هناك المزيد. فضلا عما سبق يتبين أن الجناة يعتمدون على طرف أو أطراف تساعدهم في تحديد ضحاياهم، ولعل هناك من يترصد الضحايا من بين الزبناء داخل المؤسسة البنكية، ولا أستبعد من فرضياتي أن يكون منهم من يعمل داخل تلك المؤسسة. ما تقوله يحتاج إلى ما يثبته. نعم سيدي، لقد دفعني فضولي إلى أن أنتقل إلى مقر تلك المؤسسة المصرفية، وقمت بالتقاط بعض المشاهد مستعملا هاتف النقال. إنني أقترح على سيادتكم أن تدعموا فرقتي بثلاثة أو أربعة عناصر من الجدد لأقدم على عملية لا أشك في نتيجتها. لم يكن العميد الإقليمي للأمن علال بندريس ليخفي اندهاشه. وعد بعرض الخطة على والي الأمن، وفي الآن ذاته أسر إلى مخاطبه أن استعد لتنفيذ الخطة ولو لم يتحقق لك ما تطالب به. بالنسبة للعميد الشاب مصطفى ولد المختار، كان في كلام العميد الإقليمي بشارة.
غدا سنعرض وقائع العملية، وغدا بناظره قريب. إلى اللقاء. ملفات بوليسية.